العلاج اللي نقدر نتابعه معانا في حاله الملفات بشكل عملي. لو في حاله الانزلاق الامامي بسرعه، في حاله العربيه المانوال بنقفل الدبرياج وبحافظ على اتجاه العربيه، بحافظ على ماسك التركسيون مع اتجاه العربيه. في حاله الانزلاق الخلفي في حاله المانوال بقفل الدبرياج، بقفل الدبرياج عشان احافظ على مستوى الاتزان العربيه، واتجاه الدركسيون معايا بيكون عكس توجيه العربيه. لو العربيه مثلا حصل لها خبطه في الجانب الخلفي اليمين وحصل لها انحراف في الجانب اليمين، فبوش العربيه بيبتدي العربيه بالمس ده المواجهه كده والخلف كده، فانا حصل انحراف للعربيه، فبسرعه وش العربيه بيجي معايا شمال على طول. بسرعه لازم يكون اتجاهي مقابل بدايه الاثنين 3-9 عكس وش العربيه، عكس التوجيه بشكل عام. بشكل عام ده العلاج للانزلاق الامامي والعلاج للانزلاق الخلفي، ونتمنى السلامه للجميع.